سمع مزيان هاد الشيخ اللي ناضي يخطب نهار الجمعه، وذكر صحاب التيك توك واللايفات تاع التيك توك وداك التبهدل اللي دايرونه في راسو. تفرج في هاد الفيديو حتى النهايه. اليوم على مواقع التواصل، على مواقع التواصل العجب العجاب، يخرجون في بثوث وتحديات التافهون والتافهات، يلطخون أنفسهم بالعذرة وبالأوساخ من أجل المال، يلعقون الأحذية من أجل المال. بعضهم من يعرض أخته وزوجته من أجل المال. كبس شير كبس شير، تف عليكم، أخزاكم الله، خلصنا الله من هذه الأشكال. ومتابعوهم ومتابعوهم مشتركون في الإثم، حشرات مثلهم، لأنهم يدعمونهم. ما في حس، ما في ضمير، ما في أخلاق. والله العظيم إلى أي حال وصلنا عباد الله؟ أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، وإلى أي خيبة وقعت هذه الأمم؟ 1,000,000,000,000 أصبحوا كغثاء بشط يم، ومصلى نبيهم ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم، أنا أقسمت بالذي خلق الكون من عدم، أنا أقسمت بالذي خلق الكون من عدم، إن رضينا بسخفنا، إن رضينا بسخفنا ورضينا بالنعم، فخط الخصم ماضيات من القدس إلى الحرم، فخط الخصم ماضيات من القدس إلى الحرم، وعندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم، وعندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم. فهؤلاء لا يقاتلون فقط مشان بعض الناس اليوم حماس وحماس وحماس، اتركنا من حماس، أناس يذبحون أمة محمد، مدنيون، أطفال، نساء، شيوخ ينادون وإسلاماه. اليهود اليوم والصليبيون، أمريكا ومن معها، ما جاءوا لقتال فقط، الأساطيل جاءت إلى الشرق الأوسط، جاءت قبل عملية طوفان الأقصى. استيقظوا، تنبهوا، هؤلاء جاءوا قبل طوفان الأقصى، عندهم مخطط، يريدون تنفيذ مخططهم الكبير، إسرائيل الكبرى. المخطط أكبر من ذلك، جاءوا لضرب الإسلام. أنت مسلم، أنت مستهدف، أنت موحد، أنت مستهدف. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يريدون استئصال الإسلام، وخسئوا وخابوا. الله عز وجل متكفل بهذا الدين. نعم سينتصر، نحن لما نقول سينتصر الدين ما نفكر بكرة وبعد بكرة وكذا، والله نخشى أن يستبدلنا الله. إي والله نخشى أن يستبدلنا الله وأن ينصر بغيرنا هذا الدين، إذا بقينا على هذا الحال وعلى هذا السخف وعلى هذه التفاهات. شوف امبارح جريمة قتل، والقبل جريمة قتل، وقبل مدري إيش الناس. يا أخي ما نصحياني، ما نصحياني الناس. بعض الشباب ممكن يسمع الكلام هلا يقول يا شيخ شو نساوي، يعني شو طالع بإيدنا؟ لو فتحوا الحدود لرأيتنا أول المجاهدين. كذاب، إلا ما رحم ربي طبعا، كذاب. أين هذه الجموع التي رأيناها في المباريات في صلاة الفجر؟ أين هي؟ الله تعالى قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كذاب، والله العظيم كذابين. أين هذه الجموع في صلاة الفجر؟ لو أنت صادق بالفعل كنت بس لك قعدت بكيت،
على الذل اللي نحن فيه. امرأة مقعدة أرسلت برسالة البارحة تقول أنا مقعدة، أنا مسلولة، ماذا أفعل؟ أمضي وقتي بالبكاء والدعاء. عم تحس بالمسؤولية، عم تحس بالمسؤولية. المصارع البريطاني أندرو تيت هذا أسلم عام 2022، يعني ما صار له قديش سنة. شو عم يقول؟ مباري بتغريدة على تويتر عم يقول أشعر بإحساس عميق بالعار لأنني لا أستطيع إنقاذ الناس في غزة. العار الحقيقي كرجل، رجل ما مخنث، ما تافه، ما ساقط. لأنه في بعض الرجال يوم فاكرين حال الرجال، والله العظيم هم تافهين، هم تافهون، ساقطون، مخنثون، مقرفون. لأنه الرجولة مو بس بالشوارب، لو كانت بالشوارب ترى الصرصور كان أكبر زلمة. قال العار الحقيقي كرجل، لا أستطيع التخلص من الشعور بالذنب والجبن. لو أن المزيد من الرجال يفهمون أن من واجبهم على الأرض حماية الأبرياء، حماية الأبرياء. عم يحس بالمسؤولية. واليوم كتير شباب لا بتحس ولا شيء، صارت مجرد أعداد. اليوم 100 شهيد، 200 شهيد، أصبح عدد شهداء في غزة 28,000، وبكرة 29,000 كذا. أعداد، اعتدنا. طب إيش نستفيد من الخطبة يا شيخ؟ نستفيد إنه نستيقظ، نستفيد إنه ما تتبلد أحاسيسنا وما تتحجر قلوبنا. لازم دائما حد يهيجنا ويذكرنا بالثار، ويذكرنا بالجهاد وبالقتال وبالمخطط لأمة الإسلام. لازم نصحى يا شباب، لازم نصحى. على الأمة اليوم أن تنصر المستضعفين في وفي غير غزة. لا تتأملوا من الحكام شيء، ما راح فوت بهالتفاصيل. قبل سوريا أبيدت وما زالت، وحصلت فيها من المجازر ما لا يخطر على بال، ما تحرك أحد. الشعوب كل في موقعه، الكاتب، الخطيب، المقاتل، صاحب المال، كل في موقعه. ما طالع شي بإيدك بهالأمور هاي، طالع بنيتك. النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هن في الغزوة في الطريق، قال لأصحابه انتبهوا، قال إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم بالأجر. الله أكبر، قاعدين بالمدينة تمام وعم يشاركوا النبي والصحابة بالأجر في الجهاد في الغزو. قال ولا قطعتم واديا إلا شركوكم بالأجر. قال حبسهم العذر، مرضى، حبسهم العذر. ونحن اليوم معذورين، في بعض الناس ما بتستطيع تعمل شيء، مربط، مكبل، بنيتك أنت بتاخذ الأجر، بتاخذ أجر الجهاد. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، هذا حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم. فبالنية، بالنية، أنت مجرد هذا إحساسك بيعني الحسرة وبكاءك، دمعتك، دعائك، هذا جهاد. نستطيع نقدم بالدعاء، الدعاء هو أعظم سلاح، لأننا نتوجه إلى الله، إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وظننا بالله أنه سينصرنا إن شاء الله. مهم تالي هناك كل وصلنا لنهاية الفيديو. لا عجبك الفيديو خليه لايك، قلنا الأراء ديالك في الكومنتات. تهلاو.